صار لي قاعدة هون بعد فترة بتبطل تعرف أي تفصيل عن الزمن عن الوقت. أنا ورد رح ضل عيد هالاسم مشان ما أنسى حالي. أنا ورد اعتقلت من الشارع بأدار 2013. لازم أتذكر التاريخ، ما بعرف ليش بس لازم. المشكلة أني ما كنت بعرف شو كان اليوم، بتذكر الشهر. كان لازم اتذكر رقم اليوم مثل ما كان لازم اتذكر انا باي فرع. سيت ارقام، انت اليوم رقم، كنازح رقم، كميت رقم، كمعتقل رقم، انت رقم ومعتقل برقم. تخيل، ومشان ما اتحول لرقم حتى بيني وبين حالي حأكتب المسلسل اللي انت عم تشوفه هلا. بدي شي خلي عقلي عم يشتغل بس مو اكتر، شي خليني اعرف كيف وليش وصلنا لهون. هون رح اكتب المسلسل اللي رح ينتهي نهايه سعيده. بس انت رح تصدقها يا ترى؟ شواد هلأ وقتها كمان، لكن اجيت مصيبة وان ما اجيت مصيبة. هلأ شو بدي اعمل؟ أكيد ما رح يجيبوا لك كوتكس، لو أني بسن اليأس ما كان أحسن. كذابة، ما كان أحسن. طيب الإنسانة القديمة شو كانت تعمل؟ الإنسانة القديمة كانت إنسانة أكتر منا، على القليلة ما كان في معتقل وقتها. طلعت معك ضريبة الكوتكس هي المعتقل؟ كأنه كل ما زددنا مدنية لازم نزيد دموية. لك ولك خلقت نظري، أنت عم تحكي مع حالك كتير. صح، بدنا كوتكس، بدنا. ليش ما بدك تبكي؟ عاملة حالك قوية على مين هلأ؟ ما في غيرك هون. بجوز إن بكيتي يجعك راسك وما في مسكن. الإنسان القديم معناتها صار لي هون تقريبا 20 يوم، إلا إذا كانت مخربطة. الرزنامة الجديدة لا تقويم شمسي ولا قمري، تقويم بنون النسوة. بس جاي عبالي أعرف نحن عشو كنا عم نكتئب، يعني ليه كنا تعيسين؟ كان عنا كوتكس. طيب
بدكم حرية؟ إنه مشان الله يرجع كل شيء مثل ما كان. مشان شو؟ مشان كوتكس. تعرفي إنك جنيتي ما؟ لا تفكري فيه ورد، لا تفكري ببحر. هو منيح ومع غسان، هو منيح، هو منيح. معقول يكون صاير معه شيء؟ اعتقلوا غسان كمان. صح، شو بدهم يعتقلوا؟ ذاك كرابة وقاعد بالبيت وما عم يطلع. يعني ما بيكون نزل هاون أو تفجير؟ أنا ليش ضليت بالشام لهلا؟ ليش؟ بشو بدي فكر؟ بشو؟ أي شيء، لازم فكر بأي شيء. فكري بجودي مثلا، على القليلة أنت عشتي حياة أحسن منا بكتير. عشتي فعل ماضي، حتى مو حسنانة تفكري ببكرة. بس بطريقة أبسط من هيك، هي السبب الأساسي لأنك تكون بهي الحياة. مين قال إنه هي إلى علاقة بالجن؟ هي شي ملزوق فيك وبيخبرك على طول إنه لازم تحسن وضعك. وباختصار بدون فزلكة، الرغبة هي الحياة. بس حاول ما كتير تنجر وراها، حاول إنك أنت اللي تجرها مو أكتر. لو تختفي فجأة كل التجاعيد والسيلوليت والتشققات كمان بيكون كتير منيح. وهي رجعنا مرة تانية على الجنس. يبدو ما في أمل إنك تتحرر من الرغبة، يعني ببساطة إنك تموت. حسن بنشوف بدك تحددي. مادام عم تمزحي معناتها أكيد أحسن. لسه في حرارة؟ إلا ما تروح. الإنسان القديم شو كان يعمل لما ينعم؟ بالأخير رح تروح. صبا، صار لك زمان هون؟ قلتك ما صار وقت يجيبوا لنا مي؟ طبعا انا هلا خايفه منها ومفكرتها امن، وهي رح تكون مفكرتني امن، وهيك كله خايف من كله. واحلى نكته انه نحن قاعدين بالامن. طب من شو خايفين؟ يعني اذا طلعت امن شو بده يصير؟ يعتقلوني؟ حققوا معك ولا لسه؟ لا لسه. شو بتشتغلي؟ بكتب دراما تلفزيونية. لا تواخذيني، ما كتير بتابع مسلسلات. يمكن آخر مسلسل شفته كان البركان وغضب الصحراء. كانوا حلوين. بس غريب، يعني ما بياخدوكم لفترات طويلة انتو. تغريب يطلعوكم مشان يقولوا قديش هن حبابين ومناح. الظاهر مانك مشهورة كتير مو؟ هاد مو سجن انفرادي، ليه حاطين فيه اثنين؟ هلا بدك تقولي لي مين اللي انتو؟ خايفة اكون عم بنزوف. انت ما بصير تبقي هيك.
يا أنا يا ناس حدا يرد علينا، المخلوقة عم بتموت. بلا ما لك أكثر من الأردمان مساخ، يعملوا اللي بدهم إياه. كله جاي اليوم ويموتوا اللي ظالمين مثلا. مع اني ما بعرف مين هي، هي امن او شخص يؤتمن، هي اسمها صبا او اسم تاني. هي حاسه انه انا وهي بنفس الخندق باللي عم بيصير، ولا معتبره انه انا عم دافع عن شيء ما له علاقه بالشيء اللي هي عم تنادي فيه. حريتها اللي بدها اياها قد ايه بتشبه حريتي اللي بدي اياها. شو ما كانت تكون، وجودها بهي اللحظه بيعطيني امان. وأمان يا للي أمان. صحيح، هي من وين جاي؟ أمان يا للي أمان، معقول يكون قصدهم فيها الأمان ذاته؟ نحن رح نعفن هون مو؟